السلام عليكم. طيب، atropine is a pharmacological extract used mainly as an anticholinergic agent that works primarily on muscarinic receptors of the neurotransmitter acetylcholine, which chiefly mediates the effects of the parasympathetic nervous system, which is part of the autonomic nervous system, that causes mydriasis, allowing for physical examination and fundoscopy. في كم زول حضر ليكشر زي ذا وطمعت؟ طيب، في كم زول حضر فيلم للمرة الثانية واستمتع به؟ طيب، الفرق شنو؟ ليه الإدوكيشن بورينج؟ لا، نسأل ليه أصلاً we educate people. الهدف من الإدوكيشن يا شباب إنه to create people to take the responsibilities from the current generation which is getting older. People that can keep the wheels of society spinning. طيب، education is about learning. Learning بنقسم إلى two processes. Memorization and recall. يعني أنت حتحفظ الحاجة وحتتذكرها. نعين لكل واحدة فيهم برا. Memorization هي معناها how less likely you are to forget a piece of information. يعني حتتذكرها قدر شنو. الحاجة دي is usually related للإحساس اللي كنت مر به وانت بتحضر في تجربة. يعني لو كنت خايف شديد، لو كنت مبسوط شديد، لو كنت مستمتع باللي بتعمل فيه انت ما حتنساه. في الحرب العالمية الثانية انتهت لما أمريكا استعملت أول أتوميك بومب على هيروشيما وناغازاكي في اليابان. في زول عارف بيحصل شنو when an atomic bomb detonates؟ اللي بيحصل أول حاجة بيطلع thermal radiation بكميات مرعبة. النتيجة بتاعتها إنه أي حاجة that comes in contact with the thermal radiation بتبقى بخار، بتتبخر. المباني، الناس كلهم اللي كانوا قريبين من مكان الديتونيشن اتبخروا. عوائل وأهل والما ماتوا كده اتحرقوا، والما اتحرقوا شافوا أهلهم بيتحرقوا. المأساة كانت إنه الفضلوا عايشين، السخانة كانت unbearable لدرجة كلهم مشوا على الريفرز والجداول عشان يبردوا جسمهم شوية. المأساة إنه الريفرز دي ذاتها الموية بتاعتها كانت almost بتغلي من السخانة، فما فادتهم. ما بس كده، العطش كان ما معقول. الناس دي ما حتقدر تشرب الموية السخنة. متذكرين الناس اللي اتبخروا والمباني اللي اتبخرت؟ الحاجات دي كونت سحب سوداء ونزل مطر أسود والناس اضطرت تشربه. ناس شربوا أهلهم، شربوا بيوتهم. التجربة دي كل اللي حضروها منسوها. التجربة دي تعلمنا منها كلنا إنه الحرب دي حاجة ما مفروض نعملها تاني. أنا متأكد لو كانت دي حصة تاريخ أنتم مستعدين تسمعوها ساعة تاني لقدام، صح؟ الفريق شنو طيب؟ الفريق في الستوري تيلينج. الليكشر والموفي الاثنين دايرين يوصلوا لك معلومة. تبدأ بسيمبل ايدياز بتبني فوق بعض عشان تعمل مور كومبلكس سيتويشنز، وبنصل في النهاية لكونكلوجن. في نهاية الليكشر، في نهاية الفيلم بنتعلم حاجة، بنطلع بمعلومة. أنا في بداية الكلام سألت سؤال، قلت لكم شنو اللي بيحصل when an atomic bomb detonates. Our minds are addicted to questions. يعني اللحظة اللي انت بتسمع فيها سؤال
you perceive it as a challenge. مخك بيحاول يلقط كل المعلومات اللي لها علاقة بالسؤال اللي سألوك ليه عشان يطلع إجابة. طيب لو إحنا بنحب الأسئلة كده، ليه لما يسألونا في محاضرة ما في زول بيجاوب؟ كم واحد فينا مرة بتجربة الليكشرر سأل سؤال وأول ما جاوب أنت قلت هسه كنت حجاوبه، ليه ما جاوبنا؟ ما جاوبنا عشان إحنا عارفين إنه الجواب اللي في راسنا ريزونبل ممكن ندافع عنه، لكن ما عارفين إذا هو الجواب الصح. صح يعني شنو؟ في الإدوكيشنال سيستمز اللي هسه شغالة لما الليكشرر يسأل سؤال ما بكون عايز له إجابة، بيكون عايز الإجابة الهسة عندنا. ولو تعلمنا حاجة من الساينس، حاجة that keeps repeating over and over، هي إنه الأجوبة اللي عندنا هسة ما بالضرورة هي الأجوبة الصح. طيب اتخيلوا معاي educational system كان فيه لو الزول يسألوه سؤال ما نفكر في إجابته على إنه صح ولا غلط، فكر على إنه reasonable ولا ما reasonable. لو سألناك سؤال وجاوبت جوابك نقول لك دافع عنه، ليه جاوبت جواب زي ده. الحاجة الثانية اللي خلت القصة اللي حكيناها دي interesting هي حاجة اسمها imaginative play، لما زول يوصف له حاجة بتفاصيل دقيقة almost بيشوفها قدامه. كلنا شفنا الناس دي بتتعذب وكلنا حسينا بوجعهم. البروسيس الثانية هي الريكول. ريكول يعني شنو؟ ريكول يعني how easily can you access a piece of information. الحاجة دي depends على انت عندك كم keyword، كم pathway، كم association يوصلك لها. كم واحد فينا شم ريحة ولا سمع غنية قديمة وتذكر حاجات في حياته ما كان متذكرة قبل كده؟ حاجة دي حصلت عشان الاسوسيشنز. طيب لما واحد فينا يمشي لدكتور عيون في حاجة اسمها فندوسكوبي، هي لايت وعدسة بعين بها دكتور جوا عينك يشوف الحاصل شنو. المشكلة انه لما تنور نور في عين انسان البيوبل بتاعه بيضيق. طيب كده احنا ما حنشوف الحاصل شنو جوا. الحل شنو؟ الحل انه دكتور بيستعمل لك قطرة اسمها اتروبين. القطرة دي بنطلعها من نبات، عائلة بتاعت نباتات اسمها نايت شيد، ظل المساء. حاجة دي جواها في نباتات كتيرة احنا بنستعملها، فيها البطاطس، فيها الطماطم، فيها التوباكو، وفيها نبتة اسمها ديدلي نايت شيد، ظل الليل المميت. اسمه رهيب صح؟ عشان نعرف اسمه العلمي أتروبا بيلادونا. عشان نفهم الكلام ده معناه شنو؟ حنسافر شوية، حنمشي إيطاليا. بيلادونا دي بالإيطالي معناها beautiful woman. ليه اسمها كده؟ لأنه زمان كان البنات الإيطاليات بيجيبوا النبات ده بينشفوا بيسحنوه بينقعوه وبشيلوا الموية خدتوها في قطرات صغيرة. أي واحدة وهي طالعة الصباح تنقط نقطة في العين دي، نقطة في العين دي، البؤبؤ بيبقى أسود وكبير مع الأزرق والأخضر اللي ورا. بيعمل شغب. فدي بيلادونا. طيب أتروبا دي شنو؟ هنضطر عشان نفهم أتروبا نسافر اليونان. هناك في الجريك ميثولوجي الأساطير الإغريقية، ناس زيوس وهيركوليس والناس الرهيبين ديل، في المسؤولين عن الفيت أوف من، قدر الرجال، ثلاثة بنات. الأولى فيهم بتطلع الخيط من البكرة بتديه للتانية، التانية بتخيط ولما تخلص بتديها للتالتة عشان تقطع. أنا قبل قلت لكم اسمه deadly nightshade،
لكن ما جاوبنا ليه اسمه كده. اسمه كده عشان زمان كان بيجيبوا النبات ده بينشفوه بيسحنوه بينقعوه وبشيلوا المويه بتاعته يخطوها في الاكل. احنا كلنا عارفين انه اي ماده لو اخذت منها اوفر دوز هتتسمم. بيقوم الناس بعد ما تاكل الاكل وتتبسط بتموت. متذكرين الثلاثه بنات؟ الاولى اللي بتطلع الخيط دي represents the birth of a person، الثانيه بتحيك احداث حياته، والثالثه لما تنتهي بتقتله. الثالثه دي اسمها اتروبس، ومنها طلعنا اتروبين. الكلام ده لو كان قرونا له كده انا متاكد انكم ما حننساه. والكلام اللي هسه شرحناه ده نص الميت اللي بدينا به التوك. طيب كده احنا عارفين كيف نخلي الناس تستمتع بالحاجه. طيب how much can someone enjoy something؟ السقف شنو؟ السقف بيسموه في السايكولوجي حاجه اسمها فلو. الكلمه دي بيستعملوها ناس كتار، بيستعملوها الرايترز لما يتكلموا عن الفلو اوف ا ستوري، بيستعملوها الكومبوزرز فلو اوف ميوزك، وبروسلي قال لنا يو هاف تو فلو لايك ووتر. الفلو دي ستيت بتحس بيها لما تكون انت مستمتع باللي بتعمل فيه، لما تكون doing something great and feeling good about it. الحاجة بتحصل لما يكون في بالانس بين التشالنج المقدمة لك والسكيل اللي عندك. لازم التشالنج والسكيل الاثنين يكونوا above average، تكون خطير في اللي بتعمل فيه وتكون عارف ان الناس هتتكيف لما تشوفك بتعمله. ده اللي بيخلينا نتفرج performances، لانه الناس رهيبة واحنا مدمنين على الاحساس ده. الفلو ده ممكن تحس به في range of activities خرافة، من understanding complex information لحد beating an opponent at a game. الحاجة دي اي زول خلى حاجه رهيبه بوراو خلاها وهو in a flow state. كلنا سمعنا بمايكل انجلو افترض. الزول ده في مره من المرات طلبوا منه to paint حيط وسقف كاثيدرال كامله. التشالنج ده خطير، لكن كلنا عارفين انه مايكل انجلو قدره وهو ذاته عارف انه قدره. الزول ده لما بدا يرسم قالوا دخل الفرشه رسم ورسم ورسم، لا اكل لا شرب لا نام. الزول ده نسى نفسه في اللي بيعمل فيه لحد ما كان passes out بيغمر، ويصحوه بيصحى نشيط ويرجع يرسم تاني. الزول ده في اسبوعين عمل ده. طيب لو احنا عملنا سيستم بتاع education فيه progressive challenges، كل مرة بتحدوك تحدي أكبر وبوروك إنك شغال رهيب. بالطريقة دي احنا هنسهل على students إنهم يخشوا flow. هنعمل ناس that enjoy learning، ناس ما بس can keep the wheels of society moving but can actually move it forward. شكراً.